سمحوا لي. دونك واش قلنا؟ قلنا اون كا دي نيبر غليسيرولي، دونك حنا الدوزاج تريغليسيريد حنديرو دي رياكسيون انزيماتيك، ومن بعد نقيسو الغليسيرول لي بيري. كيما على بالنا شاك موليكول تريغليسيريد مدنا اون موليكول دو غليسيرول. دونك اذا كان عندنا اون نيبر غليسيروليمي، دونك الغليسيرول ليبر في الصون راه طالع. دون سو كا واش حيصرى؟ لا لو ريزولتا تاعنا حيكون فوس، حتكون عندنا حيكون فو، سا فو دير لو طو تاع التريغليسيريد حيكون طالع بزياده، باسكو حنا ما قصناش غير الكليسيرول كي ليبيري بار لي تريغليسيريد، قصنا ثاني الكليسيرول ليبر. دونك حنا في البيلون حنصيبو لي تريغليسيريد طالعين، بصح لو سيروم تاعنا حيكون كلير. هاوليك فين نستعملو لاسبي دو سيروم، دونك دون سو كا حنعرفو بلي سي فو. هذه هذا الشيفر اللي عندنا اللي فو اللي طالع بزياده. دونك فوالا، دونك اذا كان لو سيروم كلير قلنا يا اما تريغليسيريد لي نورمال لو طو اي نورمال، ولا عندنا يمكن هيبر كوليستيروليمي بيور. اذا صبنا تروبل اوبال سون ولا لاكتيزون، دونك هادو الاخرين، دون سو كا اون فا دوموندي ان تيست دو كريماج. لو تيست دو كريماج وشنو؟ حنديرو لو سيروم في تمبيراتور 4 دوغري سيلسيوس بوندون 24 اور، ومن بعد واش حنشوفو؟ اذا لو سيروم حيبقى تروبل بون فاصون شغل هوموجين، دون سو كا حيكون الفي ال دي ال هو لو طالع، دونك لو تريغليسيرول لي تريغليسيريد تاعنا لي طالعين سي لي تريغليسيريد اندوجين. إذا صبنا لو سيروم ليمبيد، دونك لي ترونسبارون، وصبنا شغل كريماج اون سيرفاس، هذاك شغل كي شغل الفرارة تاع الحليب هكذاك، دون سو كا لي تريغليسيريد اكزوجين هما لي طالعين. إذا صبنا لو سيروم هوموجين تروبل او ميم طون عندنا كريماج، دون سو كا لي في ال دي ال وشي لي ميكرون لي دو طالعين. دونك عندنا البروبليم في لي تريغليسيريد اون جينيرال، ماشي اندوجين برك ولا اكزوجين برك. اندوجين سافو دير عندنا اون هيبر سينتيز، اون هيبر كرياسيون اندوجين. اكزوجين سافو دير البروبليم راه في لا نوتريسيون، راه في لاليمونتاسيون. ايوا هذه الكلمة اللي راح تقبل، لاليمونتاسيون. لو كوليسترول توتال اون فا doser le cholestérol total. Le cholestérol total qui m'a appelé comme c'est la fraction, c'est la somme des fractions du cholestérol contenu dans toutes les lipoprotéines sériques, donc les LDL, HDL, les VLDL, les DL, la lipoprotéine A et les chylomicrons. Donc les chylomicrons dans 3%. دونك حنا لو بلوز امبورطون بور نو سي لي زي دي ال في ال دي ال، لي دي ال اش دي ال في ال دي ال، باسكو هو عندهم ان طو طالع. لي دي ال لي دي ال سي اون كونتيتي هابطة في لو سون. لا ليبوبروتين ا كيف كيف، لا ليبوبروتين ا سي اون اسوسياسيون دو موليكول دو دل دي ال افيك اون نابو ا، هذا ما كاينش، ماشي عارف صح. واو كيف كيف لا ليبوبروتين ا جايين شغل كونستون، ليسونسيال لا جينيتيك هي اللي تحدد شحال عندك لا ليبوبروتين ا في الصون تاعك، دونك اون بو با فريمون، ما عندناش لاكسي ثيرابوتيك عليهم. ولي شينوميكو فوالا، دونك لو برينسيپ دو سون دوزاج برينسيپ في appelle à une méthode enzymatique colorimétrique, c'est la réaction de Trender. La réaction de Trender, où je vais plusieurs réactions enzymatiques, ben, la fin, donc le cholestérol, après plusieurs réactions, il me donne le peroxyde d'oxygène. Ou ben, on va calculer la quantité de le peroxyde d'oxygène. Donc, il m'a... Voilà, donc... la quantité libérée de peroxyde d'oxygène va être متوافقه مع la quantité donc de cholestérol. Donc la valeur de référence entre 1,5 et 2,2 grammes par litre, le niveau normal souhaitable, donc le taux اللي حنا ماذا بينا يكون كاين يكون قل من 2 grammes par litre. La conservation de sérum, 6-7 jours à température ambiante ou 4 degrés Celsius, 3 points entre l'offre, etc.
لي تريغليسيريد كيما شرحت لكم من قبل. دونك لا تريغليسيريد سي لا كونتيتي تاع تريغليسيريد اندروجين مع التريغليسيريد اكزوجين اللي يكون في شي اوميكرا. الاندروجين حيكون في في ال دي ال. لو دوزاج كيف كيف الي بازي سور لو برينسيپ دو تريندر. دونك حنديرو بليزيوغ رياكسيون انزيماتيك باه في لافان حيكون الجليسيرول ليبيري. لا كونتيتي دو جليسيرول هي اللي حتحدد لنا لا كونتيتي دي تريغليسيريد اللي عندنا في الدم. هنا حنا هضروا على اللي هضرت لكم من قبل باللي اون كا وين الجليسيرول ليبر في الصون حيكون طالع. دون سو كا حتكون عندنا دي فوس هيبر تريغليسيديريمي. دونك حنا في لو بيلون حيخرج لنا بلي عندنا اون هيبر تريغليسيديريمي. بصح في الصح هذا لو شيفر لي فو. حنا في الصح حيكون لو جليسيرول ليبر هو اللي طلع لنا دوزاج. كيف هم في قولو هم في قولو باسكو كاين اون اون كونتراديكسيون. دونك حيكون عندنا تناقض بين لاسبي دو سيروم. دونك حنصيبوه باغ اكزومبل حنصيبوه ترونسبارون حنصيبوه كلير او ميم طون تريغليسيريد طالع سي با لوجيك. دونك دون سو كا كاش كون فا دوموندي اون فا دوموندي ان دوساج دو غليسيرول ليبر باه نشوفو اسكو سي فو او بيا با. دونك اذا شفنا غليسيرول ليبر واش حديرو لا كونتيتي لي صبناها تاع غليسيرول في الدوساج ديال تريغليسيريد حنقصولو الغليسيرول ليبر باه نجيبو لو فغي لو فغي دوساج تاع تريغليسيريد. اي فوالا ديتيرميناسيون دي زيل ديال الكوليسترول عندنا دو تيب. يا اما عندنا دو ميثود. يا اما اون فا دوزي ديريكتومون يا اما حنديرو لا ميثود دو فريدولد. نبداو بلا ميثود ديريكت سي لو دوزاج. واش حنديرو حنديرو حنستعملو ان ديتيرجون. ان ديتيرجون فو دير دونك دي موليكول. دونك ماده واش حدينا حدينا ايدروليز de façon spécifique des VLDL, HDL et les chylomicrons. Donc à l'occasion qui m'a le plus de cholestérol. Qui ne demeure qui on va détruire à l'une molécule ou chez Bernard. Il Bernard parce que l'HDL. Où je handle par la méthode à des colorimétriques enzymatiques on va handle que je rana un cas sur cholestérol total. Parce que en réalité on a cas juste le cholestérol à l'HDL. باسكو هادو كامل درنا لهم ايدروليز ديتيرجون تاعنا. هذا مكان عندنا دي فالور دو ريفيرونس هو كو 1.6 غرام بار ليتر. عندك دي فالور سيب على حسب لو سولون لو فاكتور على سولون لي فاكتور دو ريسك كارديو فاسكولير. دونك ان جون اون فا با دوموندي معاه كيما واحد في عمره 60 سنه ولا واحد يتكيف ولا الاخر. هذا كامل يلعب دور شحال حنحوسو لا فالور سيب تاعنا. دونك حنشوفو لا فورمول دو فريدولت اون كونتينيو. دونك لا فام لا فورمول دو فريدولت هذه لا فورمول دو فريدولت فريدولت. دونك سي اون ايكواسيون باه نقدرو لو طو دي زيد ديال الكوليسترول. دونك كيما قلنا الكوليسترول توتال حنصيبوه في ال دي ال لاش دي ال في ال دي ال لي دي ال لا بو ا واش قلنا ثاني شيلو ميكرو. دونك شيلو ميكرو لا بو ا لي دي ال ح نينيوريوهم حنيجليزيوهم باسكو لو طو تاع كوليسترول فيهم هابط ولا لو طو تاعهم هما اون بيرسون في الدم هابط. دونك الكوليسترول توتال منهم ما عادش يكون فريمون امبورطون. دونك نيجليجيو واش يبقى لنا. يبقى لنا ال دي ال في دي ال ولا اش دي ال. حنا واش ندير حنا عندنا كوليسترول توتال ندوزيوه وندوزيو ثاني اذا اش دي ال في دي ال بلا ما ندوزيوهم حنديرو تقريبا. حنا في دي ال قلنا فيهم في ديال فيهم 20% كوليسترول و او ميم طون في ديال 190 شحال نسيت بصح لي سونسيال تريغليسيريد لا كونتيتي امبورطون تاع تريغليسيريد حتكون في لي في ديال لا بلوز امبورطون كونتيتي. دونك هذه ال 20% وشنو سي 1 سور 5
حنا واش حنديرو؟ حنا نديرو ابو بري باللي الفي ال ديال الطو تاعهم يساوي طو تاع لي تريغليسيريد، و في ال ديال قلنا 120% كوليسترول. دونك لو كان نقسمو على 5 هذه الفي ال ديال نعوضوها تريغليسيريد، نعوضوهم بالفي ال نعوضوها بالتريغليسيريد ونقسمو على 5 تمدلنا هذه ال 20%. دونك واش حنديرو؟ الفي ال ديال كوليسترول نعوضوه بلي تريغليسيريد، لا كونتيتي تاع تريغليسيريد سور 5. نعاود، قلنا الفي ال ديال 20% كوليسترول، دونك الفي ال ديال سور 5 حتمد لنا الفي ال ديال كوليسترول، دونك الكونتيتي تاع الكوليسترول في الفي ال ديال سي 20%، دونك سي 1 سور 5. الفي ال ديال حنديروها بلي سوا ديزون تساوي بالتقريب تريغليسيريد، دونك نعوضوا لي في ال ديال تاعنا بلي تريغليسيريد، تمدلنا بلي الفي ال ديال كوليسترول ايغال على كونتيتي دي تريغليسيريد سور 5. دونك فوالا لا فورمول دو فريدولد حتمدلنا في لافان بلي ال ديال كوليسترول ايغال على كوليسترول توتال موان لاش ديال كوليسترول موان تريغليسيريد سور 5. هذه هي لا فورمول دو فريدولد. دونك سي اون فورمول تقديريه، ان با اكزاكت، بصح تمدلنا شغل ا بو بري ولا ندورو. عندها اون كونديسيون، سي كو لي تريغليسيريد لازم ما يكونوش بزاف طالعين على 3 سور 5، باسكو لي تريغليسيريد اذا كانوا طالعين تتخلط لي الفي ال ديال، ها يبداو يمدو تريغليسيريد لاش ديال ولا ديال اللي شرحت لكم من قبل واللي حنعاود نشرحها اسما ما تقلقوش. التريغليسيريد يولي بزاف طالع، دونك ماشي يولي يساوي ا بو بري لي في ديال ليسونسييل تتخلط، دونك حتولي تمدلنا اون فورمول ماشي كامل اكزاكت. دونك ان با اكزاكت كيما قلنا، دونك سي اون فورمول من اجل التوقع. دونك دو بريفيرونس نديرو لو دوزاج زي ديال الكوليسترول بار لا ميثود دي اف، دونك بار لا كولوريمتري انزيماتيك، ولا on peut calculer le cholestérol non HDL. Le seuil de cholestérol non HDL est 0,3 g sur litre supérieur à celui des LDL. Donc l'HDL cholestérol non qu'il نقصوا le 0,3 en cas où كل شيء intact اسمع ماشي انا دي perturbation vraiment bénin حيمدنا à peu près la quantité تاع حيمدنا لا فالور سيبل، دونك لا فالور اللي انا نحوس وتكون كاينه من لدي الكوليسترول. كالي لا ريلاسيون اونت لي زاج دي الكوليسترول لي طو دي تريغليسيريد، هذا سي تري سي تري 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 امبورطون. دونك قبيله كي هضرنا واش قلنا؟ قلنا تريغليسيريد اذا كانوا طالعين سافا اكتيفي اون بروتين دو ترونسبور يسموها لا سي او تي بي، لا كوليسترول استر ترانسفير بروتين. دونك اذا كان تريغليسيريد طالع الفي ال دي ال طالع، سي لوجيك باسكو قبيله قلنا بلي ا بو بري في ال دي ال ايكال ا تريغليسيريد ا بو بري بالتقريب. دونك رانا نسيو نبسطو باش تفهمو، سي با فريمون اكزاكت باسكو لي تريغليسيريد سون كونتوني في لي في ال دي ال في لي شيلو ميكرو ثان. دونك رانا نقربو، دونك اذا كان في ال دي ال طالع لا سي او تي بي واش حدير؟ حتدي لي تريغليسيريد تديهم لاش دي ال كوليسترول، شو نبداو بلاش دي ال ومن بعد نروحو لدي ال، حتديهم لاش دي ال ولاش دي ال تدي منو الكوليسترول تمدو الفي ال دي ال. دونك واش يولي عندنا؟ يولي عندنا في ال دي ال كي اونغيشي بالكوليسترول، حيولي عندنا دي زاش دي ال كي سون اونغيشي بلي تريغليسيريد. لو في ال دي ال اللي فيه الكوليسترول سي بون رانا هضرنا عليه، يولي اتيروجين. دونك لاتيروجينيسيتي الخطر تاع لاتيروسكليروز يزيد، يبقى لنا هذا لاش دي ال اللي حيولي غيش اون تريغليسيريد اي بوف اون كوليسترول. واش حيتصرا؟ حتجي لا ليبوبروتين لي باز، لا ليبوبروتين لي باز قلنا خدمتها دير ايدروليز لي تريغليسيريد. دونك واش دير؟ حدير ايدروليز لي تريغليسيريد كي سون اون دو دون ا لانتيريور دي سي اتش دي ال. ومن بعد واش حيمدلنا؟ حيمدلنا لاش دي ال هذا مومون نديرو له ايدروليز بلا ليبوبروتين لي باز
لا ليبوبروتين لي باز، لا ليبوبروتين لي باز، حد مدلنا دي زاش ديال نسموهم سمول اند دونس. دونك دي زاش ديال سمول اند دونس، هادو لي زاش ديال سمول اند دونس واش حيولوا؟ حيولي عندهم كوليسترول ناقص ولي تريغليسيريد ناقصين. دونك في لو كا تاع لي زاش ديال واش حيصرى؟ اون بو اليميني سي اش دي سمول اند دونس بلي دونك اون فا اليميني لاش دي كوليسترول لاش دي سمول اند دونس دونك نقص اون فا اليميني بصح واش يصرى لاش دي هذا راح ينقص راح يولي اش دي سمول اند دونس وي تي اليمينا دونك واش حيمدل حيمدلنا ان طو دي اش دي ناقص كيما على بالنا لاش دي لازم تكون طالعه باسكو لاش دي الي نون اتيروجين الي بروتكتريس دونك لا ليبوبروتيين هافي دونسيتي دونك لاش دي ال اون كا دو تريغليسيريد تنقص هاي ليك لا غولاسيون اونتر لي تريغليسيريد اي لاش دي ال دونك اذا عندنا اون هيبر تريغليسيريمي لاش دي ال لاش دي ال ايمي حتكون هابطه دوكا نروحو لي زاد ديال قلنا لي تريغليسيريد طالعين صافي دير لي في ال دي ال طالعين on va activer CETP. CETP واش حزيد تروح؟ حزيد تروح لي زي دي لي زي دي لي زيل دي ال تدي لي تريغليسيريد من لي في ال دي ال تمدهم لاش دي ال ولاش دي ولي تمدهم لا دي ال ولا دي ال تدي منه الكوليسترول تمدو للفي ال دي ال الفي ال دي ال يولي اونريشي اون كوليسترول دونك لا يولي بلو اتيروجين فرينا يبقى لنا لاش ال دي ال هذا ال دي ال هذا واش حيصالو الكوليسترول ينقص فيه ويزيد التريغليسيريد واش حيصرى زيد تجي لا ليبوبروتين لي باز لا ليبوبروتين لي باز واش حدير لنا حتدي ال ال ديال هذا لي لي كي ريش اون تريغليسيريد ال فا هيدروليزي لي تريغليسيريد لا ليبوبروتين لي باز باه تمد لنا دي زيل ديال كيما لاش ديال سمول اند دونس سمول اند دونس هادو واش حيكون فيهم حيكون فيهم كوليسترول قل من لا ديال حيكون عندهم دي تريغليسيريد هابطين باسكو اليميناهم بصح هادو لا ديال سمول اند دونس مالوروزمون ما نقدروش نيليمينيهم باغ لي غان دونك واش حيكون عندنا الاخر لا ديال تاعنا حينقص باسكو رانا درنا له بروميرمون مدينا له تريغليسيريد بلا سي او تي بي ومن بعد درنا له هيدروليز بلا ليبوبروتين لي باز و او ميم طو حيطلع لو طو تاع لال دي اس مولاندوز وهذا لال دي اس مولاندوز الي اوسي اتيروجين بصح وين راهي لا ديفيرونس كي ندوزيو الكوليسترول اللي كاين في لي زيت ديال اون بو با دوزي افيك او لو كوليسترول كي مع لال دي اس مولاندوز دونك واش يقدر يصرى نقدروا نصيبو لال دي ال في لو بيلون ليبيديك تاعنا نصيبوه نورمال ولا هابط مالغري الكوليسترول اللي هي اون رياليتي ليل ديال صح راه هابط بصح راه عندنا لاستي ديال لي زاد ديال سمول اند دونس طالعين دونك اون كا دون هيبر تريغليسيديمي ليل ديال ما حش يولي فريمون ان ماركور اكزاكت ولا ان بون ماركور دو ريسك كارديو فاسكولير دونك نقدو نصيبوه نورمال بصح الحاله ما راهيش تعجب ولا ما يشعجب باسكو عندها ناس تي ال دي طالع وهذا ناس تي ال دي ثان عنده ان ريسك اتيروجين كيما خوه دونك هذا واش هدرت لكم فوالا دونك اون كونتينيو دوكا انا نهضرو على لاش ديال الكوليسترول نون اش دي الكوليسترول كيما قلنا سي تا ماركور تاع لاتيروجينيسيتي كيف راح نقيسو كيف كيف سي لا ميم شوز سمحوا لي دونك كيف هنقيسو ايه ما درتوش اون بوز المهم
كيف نقيسو؟ اون فا كالكولي لاش ديال اللي كاين في كامل لي بارتيكول اتيروجين سوف اللي كاين في لاش ديال، باسكو لاش ديال اصلا ماشي اتيروجين، اللي نو اتيروجين. دونك هذا سي ان بون ماركور باش نعرفو لو ريسك اتيروجين اللي عندنا. هادو لي ليبوبروتيين نو اتش دي ال، دونك اون فا اليميني اتش دي ال. وشنو نفس اللي مشتركه بيناتهم؟ عندك كينسون كامل اتيروجين وعندهم لابو بروتين بي. اش فعلوا ليها؟ هادو كامل سي لابو بي، و لاش دي ال سي لابو ا. كيف نقيسوه؟ تو سامبلومون حنا رانا قسنا كوليسترول توتال وحنا رانا قسنا لاش ديال الكوليسترول بلا مزيتنا، نديرو ايكواسيون هذا مكان باش نحسبوا لا ديفيرونس بيناتهم. تو سامبلومون سي فريمون 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 سامبل. Donc, comme on a dit, le taux des LDL n'est pas un bon marqueur fiable en cas d'une hypertriglycéridémie. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Le triglycéride, le cholestérol total, non, c'est mal. Triglycéride, on a 90 et on a 250. Malgré, on a le même taux de LDL كوليسترول راه 130 130 بين زوج متساويين، بصح شوفوا هنا لو كوليسترول نو اش دي ال 180 وهنا راه 150. يسمى هذا لو مسيو راه عنده لو ريسك اكثر مالغي راه عندهم لو ميم طو دي زي دي الكوليسترول. ولا باسكو هنا راه عندنا لي تريغليسيريد طالعين، دونك صرنا وشرحت لكم قبل بلي ال دي ال يولي اونريشي اون تريغليسيريد، ومن بعد تجي لا ال بي ال تجي لا ليبوبروتين لي باس، بعد ترجعو ال دي ال سمول اند دونس اللي هو كيف كيف عنده ان ريسك. هذا ال دي ال سمول اند دونس يبان في النو اش دي ال كوليسترول، في الدوزاج تاع النو اش دي ال كوليسترول. ولا ثان نقدروا نديروها في واحده اخرى هي نقيسو لابو بي، باسكو ال دي ال سمول اند دونس كيف كيف فيه لابو بي. دونك كي نشوفو لابو بي اذا شفناه طالع، مام اذا كان لي دي ال تاعنا كوليسترول نورمال ما يهمناش، باسكو عندنا لابو بي طالع يسمى حنا عارفو بلي عندنا لي دي ال اس تي طالع. دونك هنا قال لك اسكو نسحقو، اسكو عندنا هنا انتيغي دو دوزي لي زابو ا ا الى بو بي ان ال بي لا ليبوبروتين ا. نبداو بلابو ا، لابو ا من الاخر كاينه غير فلاش دي ال. دونك اذا صبنا لاش دي ال تاعنا هابط، اون بو دوموندي لابو ا بور كونفيرمي بلي هذا لو دوزاج اي فري، دونك نستعملو جوست بور لا سيرتيتود. لابو بي ان كيما قلنا تحللنا المشكل تاع اون كان اون، اذا عندنا اون هيبر تريغليسيديمي تحللنا المشكل بلي ال دي ال كوليسترول ما ولاش ان بون ماركور. دونك اون فا دوموندي لابو بي ان باه نشوفو لا كونتيتي تاع كامل لي ليبوبروتيين اتيروجين اللي بينهم حيكون كاين ال دي ال سمول اندونس. دونك اي لو ماركور لو بلو بريديكتيف ديفينمون كارديو فاسكولار، باسكو يبين لنا كلش. هذا مكان. دونك هنا قال لك بلي لو دوزاج دي زابو ا ا اي لابو بي بي 100 sont indiqués dans les rares cas de dyslipidémie complexe ou génétique. Donc il y a quand même un déficit FLAPO A ou un déficit génétique FLAPO B1, donc c'est des cas rares et des cas complexes. La lipoprotéine A c'est l'assemblage qui m'a goûté comme LDL plus APO A. Maintenant la lipoprotéine petite A, donc fait un risque hétérogène parce que fait elle est TL, ou en même temps elle a un risque thrombogène, donc elle peut causer des thromboses. Voilà, parce que elle a une analogie structurelle de la plasmylogène qui m'a appelé comme plasmylogène. Il trouve les phénomènes justement les phénomènes thrombotiques, donc il trouve la coagulation qui عندهم une analogie structurelle qui m'a appelé comme les récepteurs amyliens. Mais je vois que c'est la belle ombre LP, les protéines A ou la plasminogène. Mais donc, عندهم, il a sabo la forme, les trolls, les récepteurs, ça veut dire c'est bon, c'est le cap, sa activation. Il a, ma sabo la forme,
لو ريسيبتور يبقى ليب، دونك ما تبقاش ما تكونش كاينه اكتيفاسيون. هذا كي عنده لا ليبوبروتين بيتيت ا كي عندها اون فورم تشبه البازمينوشين، دي فوا لو ريسيبتور يغلط، دونك هذه لا ليبوبروتين ا va activer la coagulation. Donc elle n'est pas considérée comme une cible de traitement, voilà, parce que son taux est génétiquement déterminé. Donc من ربي إذا كان عندك لا ليبوبروتين هابطة ولا طالعة سي جينيتيك، ما عندك ما تخرف فيها. في لي ريشيرش ولا في لوبسيرفاسيون رماركينا بلي دي فوا سوفون يسمى غالبا اون كا دو نيبر كوليستيروليمي فاميليال حنصيبو لو طو دي ليبوبروتيين ا طالع، دونك هادي شو رمارك. En cas d'une résistance aux statines, les statines c'est des médicaments qui sont hypocholestérolémiants. Donc ça veut dire des médicaments ça augmente le taux de cholestérol. Des fois, quand on a résistance, on sait pas oublier le médicament va chercher. Dans ce cas, إذا كان عندنا ان طو الفي دو ليبوبروتيين بيتيت ا ممكن نكسبليكيو بها هذه لا ريزيستانس او ستاتين. هذا ما كان دونك لي رابور داتيروجينيسيتي اسكو عندهم فائده في الاكسبلوراسيون. دونك نقدر نحسبوا لي رابور كوليسترول توتال على ال اتش دي ال، يسمى نشوفوا الكوليسترول كامل ونقسموه على لو بون كوليسترول باه نشوفو اسكو راه بزاف طالع. نقدروا نديروا ال ال دي ال على الرش ديال، نقدروا نديروا لابو بي على لابو ا، شرحت لكم على باسكو لابو بي نصيبوه في ليبوبروتيين كي سون انتيروجين، لابو ا حنصيبوه في الرش ديال. الرش ديال سي لو بون كوليسترول، اي ني با الرش ديال ان با ان با انتيروجين. Est-ce que هذو لي رابور يفيدونا؟ هما وي في لو كوتي ستاتيستيك، يسمى كي نحسبوا لي ستاتيستيك الاخر ممكن يعاونونا، بصح في لو بلان انديفيديوال يسمى اون بيرسون ندومونديو منها لي رابور سي با فريمون افيكاس. دونك هذا ما كان، هذا واش صبنا. كيل سون لي ريغل ا اوبسيرفي لور دو لا رياليزاسيون دان بيلون ليبيديك؟ بون سمحوا لي راني نزرب، مي لازم نزرب باسكو الكور فريمون طويل ورانا في قريب واحد ساعة ونص، ولو كان نشرح كل شون ديتاي و مام لي ديتاي سامبل فيس السامبل لا فيديو بالك تضرب زوج سوايع ونص، واش حاب باسكو ماكش يتفرج فيديو سوايع ونص من الاخر. ديجا اصلا فلون في فلافاك درناه قريب شحال شحال احنا الكور واحد سوايع ونص ما كملو بروف. دونك اون كونتينيو. Les règles à observer lors de la réalisation d'un bilan lipidique. La phase est insaccompagnée. Le plus important, c'est que on a le dosage, on a les analyses, le sérum, c'est dire la centrifugation du jet de sérum. Elles sont mises prélevées sur un tube sec. Ça veut dire mes couches fait les anticoagulants, parce que la Belcom on a plusieurs types. On a avec le tube bleu, le tube violet, etc. Donc on va utiliser le tube sec. مانيش عارف اش كون فيهم لو تيوب ساك، بصح المهم باسكو لي زونتيكواكولون فون سوز استيمي، دونك حيمدو لنا ان طو هابط دي ليبيد فوالا، دونك تقدر توصل حتى 20% هاديك لا سو استيماسيون. لو جون دو 12 اور دونك ني با بور تو لي بارامتر ميز اون كوز. كاسكو فو دير سا فو دير هادي الحكايه تاع اسكو لازم نصومو، اسكو لازم نكونو ماكليناش قبل لو بيلون ليبيد قبل ما نديرو بيلون ليبيد ديك ولا نو، هادي فيها حكايه دونك نحكيها لكم. سا فو دير فيها ان ديبا اونتر لي سيانتيفيك، دونك كل بلاد وكيفاه. باغ اكزومبل لي بيج نو دوموند با لو جون، لي امريكان نو، لي كانديان نو، لي المان نو، les France les Français demandent. حنا لي زاجيري اون اجيري اون دوموند. دونك حنا كاين كلكو بلان حيحكو في هذا لو سيجي اون ديتاي، انا حنشرح لكم بالخفيف باه نسيو نسونطي في هذوك لي بلانش باسكو ما عندها حتى معنى من الاخر. ليسونسي كاين اون ايتود دارتها لا سوسيتي كنديان، واش داروا؟ درسوا لي فارياسيون دو بيلون ليبيديك من ساعة مور الماكلة حتى 12 ساعة مور الماكلة عند ديز انديفيدو،
ومن بعد شافوا لي زانترفال، دونك شافوا لا ديفيرونس. لي بلو غروند ديفيرونس كانت عند لي تريغليسيريد صابوا واقيلا اونتر لل كيفاه يقولوا la valeur الهابطة سيتي 1,2 و la valeur الطالعة سيتي 1,5 و جو بونسا سيتي ال LDL كانت la valeur الهابطة 0,9 و الطالعة 1,1 كيما راكو تشوفو لا ديفيرونس دونك تريغليسيريد 0,3 برك سي با فريمون امبورطون ماشي يدير فريمون اون كوند ديفيرونس و ال LDL كيف كيف 0,2 ما شافسها كبيرة دونك واش خرجنا بكونكلوزيون من هذه ليتود قال لك باللي لو جون ماشي لازم يكون كاين ماشي لازم نكونوا ماكليناش قبل ما نديروا ليبيديك دوز ليبيديك بصح اون كاوين نصيبو تريغليسيريد طالعين في لو دوزاج وحنا كنا ما عندناش بزاف من اللي كلينا دون سو كا اون دوموند ان دوزيام بيلون ان دوزيام دوزاج تاع لي تريغليسيريد وعلى لي تريغليسيريد نسيبهم هابطين باسكو كيما على بالكم لي تريغليسيريد في لي شيلو ميكرون وفي لي في ال دي ال شيلو ميكرون حيرفد لك لي تريغليسيريد اكزوجين اللي جبناهم اليمونطاسيون دونك كي ناكلو لوجيكمون تريغليسيريد اكزوجين حيزيدو دونك بالك تريغليسيريد يزيد بصح سي با فريمون اوبليغاتوار هذه هي لي تشود دونك انا اختصرنا دو بلون شرحناهم à distance d'une grossesse 3 mois après l'accouchement parce que comme on a dit qu'il y a une augmentation physiologique de taux de cholestérol triglycérides les plus prostaglandines contalines on sait qu'on خدمه fabrication كثر تاع l'œstrogène progestérone et ça m'a fait qu'on عندك perturbation في le taux de cholestérol c'est logique 2 à 3 mois après un processus infectieux donc اذا كان عندك infection on demande pas un bilan lipidique sauf en cas d'une EDM. هذه c'est parmi les nouvelles recommandations. Donc تشوف من قبل كانوا يقول لك ميم اذا كان عندك EDM اذا كان عندك انفاركتوس دو ميوكارد اون دوموند با ان بيلون ليبيديك بصح دوكا معليش اون بو دوموندي باسكو صبنا بلي ما حش دير اون ديفيرونس Certains médicaments peuvent modifier les concentrations sériques des lipides, par exemple les antivulsivants, les œstroprogestatifs, les hypolipémiants. Des médicaments les parmi les effets secondaires vont perturber le bilan lipidique, etc. Des taux élevés de vitamine C, voilà, parce que nous avons un substrat chromogénique, ça veut dire le marqueur qui va le marqueur اللي حنستعملوه باه نشوفو باه نديرو لو دوزاج هذا لو ماركور يقدر دي فوا يخلط مع لا فيتامين سي دونك لا فيتامين سي حدير لنا حتدخل اون كومبيتيسيون مع هذا لو ماركور دونك هذا لو ماركور عنده ان ريسيبتور لا فيتامين سي حتكون اون كومبيتيسيون افيك لو كوليسترول باسكو عندهم يتشابهو في لا ستركتور تاعهم دونك اون كا وين عندنا لي فيتامين سي طو تاعو طالع بزاف يقدر يدينا اون سوز استيماسيون في لا كونسونطراسيون دو كوليسترول توتال دونك دي كونسونطراسيون امبورطونت دو جيموغلي دي زيموغلوبين اونتريني اون سور استيماسيون دو لا كونسونطراسيون دو كوليسترول بان انترفيرونس كولوريميتريك Ou le huitième, c'est l'importance de renseignement clinique, la fiche de renseignement. Donc, l'asem raksu sur la fiche de renseignement. C'est important. C'est très important. هذه شرحتها لكم تاع اسكو لازم نكونوا صايمين قبل ما ندوموندي وان بيلون ليبيديك قبل ما نديرو ان بيلون ليبيديك دونك ليليكتروفوريس كيما نبالكم نستعملوها في لا كونتيفيكاسيون دي واش نكتب دي بروتيين لي ليبوبروتيين سي بارمي لي بروتيين دونك نقدروا نستعملو ليكتروفوريس باه نديرو سوا ديزون استيماسيون ولا باه نشوفو لو طو دي ليبوبروتيين دونك هاي لي ليكتروفوريس تاعنا ليكتروفوريس نورمال لي شيلو ميكرون يبقاو قدام لا نوت لاش ديال لي يروحو قدام نو سمحوا لي شيلو ميكرون قدام الكاثود نيجاتيف ومن بعد موراها لي زيد ديال ومن بعد عندك لي في ديال سمو لا ريجون بري بيتا لا ريجون بيتا هنا سي لي زيد ديال
لا ليبوبروتيين ا هتكون هنا ولا شتي هتكون هنا. وكيما راكم تشوفوا قد ما تزيد لا كونتيتي كل ما تزيد لا كونسونطراسيون حيزيد غمقان اللون، دونك اللون يكون قاصح اكثر. هذا ما كان هذه نستعملوا هذوك باريزون، حبينا نشوفوا لا ليبوبروتيين ا اسكو اللي اوغمونتي بزاف، واش حنشوفوا في ليكتروفوريس في هذه البلاصه حنصيبوها غامق اكثر. لاش ديال اذا كانت هابطه هنا حتكون بلو كلير، لا ديال اذا كان هابط مثلا ولا حيكون طالع حيكونها بلو سومبر ايتترا. هذه هي هذا هو لو برينسيپ سي سامبل. دونك وقت ندومونديو ليبيدوغرام، دونك هذا العفسه اللي جبناها من ليكتروفواز نسموه ليبيدوغرام، نستعملوه اون كا دون هيبر تريغليسيديمي باه نشوفو اسكو لوريجين سي لي شيلو ميكرو ولا لي في ال دي ال. اون كا دون ديسليبيديمي ميكس كيما لو تيب دو بي، دونك غنشوفو هذا لو تيب. دونك بور ديفيرونسي اونتر اسكو لي كوليستيرول سي لو كوليستيرول ولا سي تريغليسيريد، ولا اون كا دو بريزون دي ليبوبروتين انورمال. دونك باغ اكزومبل لا ليبوبروتين اكس ولا ليبوبروتين بيتيت ا، هنا ليبوبروتين اكس ما شفناهاش، نهضر على ليبوبروتين ا. كيما قلنا اذا كان لو طو تاعها فريمون طالع حنصيبو باللي في بلاصة حتكون هنا بلاصة مور لي فيال ديال حتكون قاصحة. هذا ما كان سي فريمون سامبل. لي كلاسيفيكاسيون، اون فا كلاسيفي لي ديسليبيديمي سولون واش العفسه الانورمال فيهم. هذه عفسه فريمون سامبل نسي نقولها بالزرب. دونك لو تيب ا سي تون هيبر تريغليسيديمي اكزوجين، اكزوجين سا فيدير لي شيلو ميكرون. دونك اذا كان لي شيلو ميكرون هما لي طالعين في لو بيلون ليبيديك سي تون ديسليبيديمي دو تيب ا. دونك لو تيب 2 ا سي تون هيبر كوليستيروليمي اسونسيال، سا فيدير سولمون ال دي ال، دونك غير الكوليسترول اللي في ال دي ال اللي طالع. Le type 2B, c'est une hyperlipidémie. Regarde. Il faut que la triglycéridémie, le A, le 1. Et 2A, une hypercholestérolémie. Donc, on a une hyperlipidémie mixte. Ça veut dire les triglycérides talent ou le cholestérol talent. Le type 2A, on a l'LDL talent ou le VLDL talent. VLDL, c'est le cholestérol, les triglycérides endogènes ou l'LDL, rabais le cholestérol. Le type 3, c'est une dysbêta-lipoprotéinémie. Donc, oui, on a l'EDL. C'est vraiment, vraiment rare. Le type 4, c'est une hypertriglycédémie endogène. Ça veut dire le VLDL ou l'EDL. Le type 5, c'est une hypertriglycéridémie mixte. Ça veut dire triglycéridémie ميك، سا فو دير عندنا لوندروجين طالع سي الفي ال دي ال، وعندنا ليكزوجين طالع سا فو دير لي شيلي ميكرو. دونك هادو شكون لي بلو لي حنتلاقاهم كثر في لابراتيك؟ حنصيبو لو تيب 4، لو تيب 2 بي، لو تيب 2 ا نورمالمون. اتون غير جو فيريفيو. لو تيب 2 ا، لو تيب 2 بي، لو تيب 4. لو تيب 4 قلنا عندك الفي ال دي ال برك اللي طالع، لو تيب 2 بي في ال دي ال افيك لي دي ال، ولو تيب 2 ا سي لو ال دي ال. عندنا دي كلاسيفيكاسيون واحد اخرين، مثلا لا كلاسيفيكاسيون دو دو فريدريكسون اي دو 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 جان. هذا شو بيرسون سما دو دو جان، هادو استعملوا فيها لاسبي دو سيروم. دونك لاسبي دو سيروم اذا كان كلير سا فو دي عندنا اون هيبر كوليستيروليمي بيور. دونك هذه درناها كلاس وحدها. اذا كان هكذا حيكون لاكتيزون سي اون هيبر تريغليسيريديمي، واذا كان عندنا اون هيبر ليبيديمي ميكس حتكون هنا في الوسط. دونك قسمناهم على 3 كاتيجوري. ليبر كوليستيروليمي بيور سي لو تيب دو ا، وين حيكون عندنا لا دي ال هو اللي طالع. ليبر ليبيديمي ميكس عندنا دو تيب، عندنا لو تيب دو بي وين حيكون عندنا لا دي ال طالع والفي ال دي ال طالع، ولو تيب 3 وين عندنا لي دي طالع، وعندنا لي دي بي تريغليسيريديمي. عندنا 3 تيب اس، يا اما اكزوجين اللي هي لو تيب 1 وين حيكون عندنا لي شيلو ميكرون طالعين، يا اما اندوجين اللي هي لو تيب 4 وين عندنا الفي ال دي لو تيب 4 وين عندنا لي في ال دي طالعين، ولا تكون نيبر تريغليسيريديمي ميكست سا فيدير لي دو راهم طالعين سي لو تيب 4،
وين عندنا لو في دي طالع افيك لو شي لو ميكروفون راهم طالعين. il faut d'abord بون كوراج قريب نكملو، مازلنا كالكو بلونش برك. هادو لي ديرني ما فيهمش حفزة كبيرة نقدرو نشرحوهم، دونك فوالا حنكملو. المهم دونك كيما على بالنا ديس ليبيديمي هاذي عندنا دو تيب، تيب بريمير يسمى دوريجين جينيتيك البروبلام راه في لي ليبيد اون بيرسون، ولا دو تيب سكوندير صافي دير عندنا دي مالادي كي فون كوزي اون بيرتورباسيون دو بيلون ليبيديك. دونك حنا كي نصيبو عفسة انورمال في لو بيلون ليبيديك لازم نخفمو بروميارمون في لي كوز سكوندير، دونك يتسمى عندنا اون مالادي كي فا كوزي هذا الديسليبيديمي، ومن بعد سي اون ايليميني لوريجين سكوندير دون سو كان نخمو بلي عندنا اون اوريجين primaire اسمها عندها اون اوريجين جينيتيك. دونك واش حنديرو، اون فا دوزي لا غليسيمي لي زونزيم هيباتيك باه نشوف واش كان لا غليسيمي باه نشوف اذا عندها ديابيت، لي زونزيم هيباتيك باه نشوفو اذا عندها انسوفيسونس اذا عندنا ان بروبليم هيباتيك باسكو لو ميتابوليزم دي ليبيد لا بلوبار تاعو جوز في لو فوا. لو دوزاج دو لا كرياتينيمي باه نشوف اذا عندها اون انسوفيسونس رينال. لو دوزاج دو لا تي اس اتش باسكو ليبو تيرويدي تقدر دير لنا اون ديسليبيديمي. اون فا فيريفي ثان لا بريز ميديكامونتوز نشوف هادو لي ميديكامون اسكو عندهم ان افي سكوندير سور لا ديسليبيديمي اي فوالا. سي تعرف سا لو تريتمون ايتيولوجيك سافو دير لو تريتمون اذا داوينا لا باثولوجي لي دير لنا، اذا داوينا لوريجين سكوندير تاعنا، اذا داوينا لا باثولوجي لي دارت لنا لا بارتورباسيون حتروح لا ديسليبيديمي لوجيكمون. دونك عندنا كلكو مالادي لي بوتيرويدي لا كوليستاز شو مالادي هيباتيك، ديابيت دو تيب 2 باسكو دينا انسولين ريزيستون ريزيستونس قبيله شرحتها لكم، اوبيزيتي لو سيندروم نيفوتيك لانجيزونس رينال اون هيبر ليبيديمي ياتروجين سافو دير ميتاكومونتوز كيما لي كورتيكويد لي ديوريوتيك ليمينو سيبريسور اتسيتيرا. هادو كامل الاخر دوكا حنشوفو لي ديسليبيديمي بريمير. دونك سي ان ديفو جينيتيك كي فا توشي لو ميتابوليزم ديال ليبوبروتيين، دونك يا اما يكون مونوجينيك سافو دير فا توشي ان سو جين، ولا بوليجينيك يسمى بليزيور جين. L'addition de facteurs nutritionnels, il se met le régime hypercalorique, des idylliques, un désordre métabolique, métabolisme des lipoprotéines. Il y a plusieurs types, qui, par exemple l'hypercholestérolémie primaire, l'hypertriglycédémie primaire, avec l'hyperlipidémie mixte, ça veut dire qu'il y a une hypercholestérolémie en même temps, une hypertriglycédémie. Avec des déficits génétiques en ApoA1, ça va toucher directement l'HDL, une hypo-HDLémie. Ou avec des déficits génétiques en ApoB. L'ApoB, c'est avec le Jema'a, LDL, VLDL, etc. كما قلنا قبل لو تيب 2A 2B اي 4 هما لا غراند ماجوريتي دي ديسليبيديمي رونكونتر اون كلينيك. 2A سي لي دي ال كوليسترول اللي كون طالع، 2B سي لي دي ال والفي ال دي ال لي دو راهم طالعين، اي لو تيب 4 سي لو في ال دي ال تيب 4 سي الفي ال دي ال اللي راهي طالعه. Exemple, donc c'est un exemple, c'est l'hypercholestérolémie familiale. C'est que de stress 3 gènes, il met le gène de ZDL récepteur, donc stress un récepteur de l'LDL. L'LDL est là. Le gène de l'apoprotéine B100, ou là le gène de la protéine PCSK9. Donc la protéine, c'est une enzyme convertase qui intervenir le métabolisme de cholestérol. Donc logiquement, on a un problème avec la protéine et on a un problème avec le cholestérol. C'est la maladie héréditaire la plus fréquente au monde, entre 14 et 34 millions. Le risque des maladies cardiovasculaires, avec la maladie, ça va augmenter le risque 13 fois.
ou le risque d'IDM, d'infarctus du myocarde prématurisme avant l'horreur, a fois 20. Donc, 20 fois, c'est le sujet non traité. C'est le sujet de la maladie. C'est la même planche. Je sais pas, je ne parle pas le prof. Il existe deux formes. Une forme hétérozygote. Je sais pas. L'hypercholestérolémie qui m'a c'est une maladie à transmission autosomique dominante. Il se met un seul gène et il fait bah, il l'affection. Mais il y a les deux allèles. Un seul allèle, il fait bah, il la maladie. Mais il y a deux allèles. بصح واش يعني يعني عندنا دو تيب عندنا اون فورم هيتيروزيغوت يسمى ان سول على البرك لي صالو ميوتاسيون وعندنا اون فورم هوموزيغوت يسمى ميوتاسيون دي دو زالين لوجيكمون لا فورم هوموزيغوت حتكون بلو غاف لي باسيون ديفلوبي مالادي كورونير افيك ان ريسك دو ديسي افون لاج دو 20 طون يسمى حيكونوا بزاف صغار سي فريمون غاف و الي هوروزمون تري غار حتصيب واحد سور سور ان مليون La forme hétérozygote a maintenant un risque chez les personnes de 55-60 chez les femmes. Des exemples de DCPD, mais c'est des maladies, mais que je ferai mon détail qui barre. Donc, ma drame à chaque fois. Nous sommes dans la planche de la DCPD, mais c'est vous qui me direz dans la DCPD. Nous avons une prise. Logiquement, là, une prise en charge, une charge, une prise en charge thérapeutique de patient. Donc, deux patients dyslipidémiques intègrent la correction de l'ensemble des fréquences cardiovasculaires. Donc, le plus important, c'est l'aide au cholestérol. On met des médicaments. On va faire un autre bilan. Après 3 mois, il y a qu'un perturbé, on va le traitement, on va faire un autre traitement bilan après 3 mois, jusqu'à ce qu'on soit le seuil que l'on a besoin. Et dans le seuil que l'on a besoin, il y a qu'on fait un bilan chaque année, ben vérifier ou que ça va. C'est le cas. Bien sûr, on demande les habitudes alimentaires et des régimes. ماذا بينا كان يدير سبور يسي يهبط البوا اتسيتا هذا اللي فيه شغل بزاف باينين بزاف بزاف باينين لاتيرو جوناس دونك مازلنا كيك واحد دي بلاك هكذاك ليسونسيال اف سي سامبل دونك نحكم ان شيما نشرح لكم بس يبو. Donc l'athérogenèse c'est le processus de formation des athéromes, des plaques d'athérome, des sont des dépôts de lipoprotéines sur les parois des artères. Donc elle est la plaque d'athérome, je suis là, avec l'artère tanana, ça n'a accumulation. Hana, où est-ce qu'on a andana? Hekun andana, un centre lipidique fait les lipoprotéines qui sont oxydées, et exactement fait les cellules spumeuses. حيكون مكوفري باغ اون شاربونت فيبروز دونك حنشرح لكم هذيك الفاصله لاتيروم سا فيدير سي لاتيروسكليروز وكيما على بالكم ميم لو ما تفهموش دوكا سي با فريمون امبورطون باسكو هذا شغل عندنا ان كور فلاناباد جو بونس سي لا رينا بي اف سي ميو دونك سي با فريمون امبورطون هنا ان بتي رابيل على لا باوا ارتيريال فيها 3 كوش لانتيما الميديا الى ادفانتيس لانتيما مكونة ملوندوتيليوم بيان سور ومن بعد فوقو عندك ان تيسو كونجونكتيف ومن بعد فوقو عندك لا ليميتانت الاستيك انتر دونك سي ان تيسو فيه لي فيبر الاستيك لا ميديا فيه دو كوش عندك دين كوش مسكولار فيها لي سيل مسكولار ليس و ان ليميتانت الاستيك اكستر La dernière couche c'est l'adventice, fait un tissu conjonctif qui est adipeux et des fibres musculaires qui sont lisses. C'est l'histologie de l'âme les fêtes, mes chefs s'appellera. Bon, quand on cherche l'athérosclérose, je n'ai pas un bon schéma. Et oui, c'est un bon schéma. Donc, l'athérosclérose qui fait ça.
دونك كاين دوز انفورماسيون اللي تلاقيت بيها. الانفورماسيون اللي نعرفها واللي كاينه في هذا الكور سي كو يقول لك بلي بروميرمون تكون عندك اون ليزيون اوندوتيليال. الانفورماسيون اللي مدها لنا الريزيدون في لا ميديسين انتر قال لك بلي نو، قال لك لي زاد ديال يدخلوا بيون فاسون باسيف باه تصرى لا ليزيون. دونك حنا حنشرح لكم على حساب الكور. الكور واش يقول لك؟ يقول لك بلي افيك لو ستريس اوكسيداتيف افيك لي انفيكسيون افيك لا بريسيون ارتيال ليبرتونسيون ارتيال لوندوتيليوم دي فوا حتصرا فيه دي ليزيون. كي يصراو دي ليزيون واش حيصرا؟ حلال ديال يدخل في هادو لي ميكرو ليزيون يدخل تحت لوندوتيليوم. لال ديال كيما قلنا لي ما السيستم ايميونيتير تاعنا حيصيب عفسه انورمال باسكو هادو دي زيل ديال سون اوكسيدي. اش فاهم دي زيل ديال اوكسيدي؟ دونك السيستم ايميونيتير واش يدير؟ عيط لي مونوسيت، لي مونوسيت يدخلوا للميليو ومن بعد يتحولوا لي ماكروفاج. لي ماكروفاج قلنا عندهم ان ريسيبتور سكافنجر. لو ريسيبتور سكافنجر واش يدير؟ يحكم لي زيل ديال اوكسيدي. علاه يحكمهم؟ باه يدير لهم فاغوسيتوز. سي لوجيك. بصح مور ما الماكرو تالمو لا ديال يتاكوميولا بزاف باسكو لا ديال الكوليسترول راه طالع في الدم، هاولي يكون راه لو ريسك كاتيروجين. كي يكون طالع في الدم واش حيصرا؟ هذا لا ديال الكوليسترول يغلب لي ماكروفاج، وهذا لو ريسبتور سكافنجر قلنا ما عندوش ان ريترو كونترول نيجاتيف. يسمى ميم لو كان لي ليزوزوم يولو ديباسي حيبقى يجيب لي زيل ديال ويدخلهم داخل لي ماكروفاج. دونك لي ماكروفاج تاعنا يكونوا هكذا يصيبوا روحهم ولاو هكذا، وهذا الداخل كامل سي دي ليبيد سي لو كوليسترول. دونك هذه لا سيلول جديده تاعنا كي معمره بالكوليسترول نسموها لا سيلول اسبيموس. دونك واش ولا عندنا؟ ولا عندنا تحت لوندوتيليوم بزاف دي سيلول سبيموس. هادو لي سيلول سبيموس لي تاكوميولا واش نولو مدونا؟ يمدونا واحد العفسه يسموها استري ليبيد. دونك هاي لي كلاكتر تاعنا مور ماساس اكوميلاسيون دي سيلول سبيموز لي جات ابخي الكابتاسيون تاع لي زيل ديال كوليسترول اوكسيدي. شفاو بلي اوكسيدي باسكو لوكسيدي هما كي هما لي فون اكتيفي لو سكافنجر لو ريسيبتور سكافنجر لي سيتوي في لا باوا تاع في لا مومبران تاع لي ماكروفاج. المهم موراها حيولي عندنا ستريبيدي. بوغ لا ستري ليبيديك هذه لا بلاك حتبقى ستابل، ومن بعد واش حيصرالها؟ حتولي انستابل. مو وعلا حتولي انستابل؟ باسكو حتبدا الانفلاماسيون. هذه سي ماشي لازم، هذه ماشي بلاصة لا بلاك ليبيديك، ما لازمش تكون تحت لاختيغ هنا ولاختيغ يولي صغير. دونك الكور تاعنا واش حيدير؟ حيعيط، حيدير الانفلاماسيون بار اكتيفاسيون ببليزيوغ ميدياتور. حتصيبوها في الكور تاع انابا سي دي ديتاي هذوك خاطينا. الانفلاماسيون واش حدير؟ الانفلاماسيون دائما قلنا تكون مترادفه مع لا فيبروز. دونك واش حنديرو؟ حتولي عندنا اون فيبروز. دونك هذه ستري ليبيديك اللي كانت برك ليبيديك حتولي عندنا اون اوتر كوش من الفوق اون كوش فيبروز. هذه مقبل كانت يسموها ستري ليبيديك، كي ولات عندنا اون كوش فيبروز من الفوق حنولو نسموها لا بلاك داتيرون. دون سو كا سي بون، رانا كملنا لاتيروسكليروس تاعنا. ومن بعد واش ديرنا؟ ديرنا دي بيرتورباسيون. دونك باغ اكزومبل هاديك لا لوميير ارتيال شوفو شحال ولات صغيره. دونك حديرنا ستينوز، حديرنا اون هيبر تونسيون ارتيال من اللور. دونك مور هذه الاخرى قبلها موراها تقدر دينا ديزيسكيمي. هذه لا باك داتيرون تقدر تصالها ديسوسياسيون، دونك تولي تصالها ميغراسيون في الدم. دونك تقدر دينا، دونك دينا ترومبوز، وتقدر دينا ديزومبولي. ديزومبولي هي سيكو اون اون بلاك اون دونك اون شوز، ماشي لازم اون بلاك داتيرون بصح دون سو كا راهي لا بلاك داتيرون. لا بلاك داتيرون تصالها ميغراسيون في لوسون، تبقى تمشي 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 حتى تصيب ديامتر ضيق وين دا ديامتر هذا لو بلو حيكون قد لو ديامتر تاعها. دونك ايل فا بوشي هذه لاختيغ اللي راهي ضيقه.
هذا المكان. دونك عندنا اسكيمي، تقدر باغ اكزومبل من اشهر لي زومبولي اللي نعرفوهم اللي شفناهم في سيميون سي لومبولي بولمونير. هذا مكان جو بونس انا كملنا الكور، جيسبر تكونوا فهمتوا. سمحوا لي اذا كنت نزرب في لافان، بصح ما تقلقوش روحكم باسكو ميم لو كان زربت شرحت كلش واش لازم يتشرح. جيسبر تكونوا فهمتوا، سمحوا لي اذا لا فيديو طويله، الله غالب الكل بزاف طويل. اي بون كور.